وعلى بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، ارحب بكم وبحضراتكم، مرحبا بكل الشعارات، مرحبا بكل الاسماء، مرحبا بكل الحاضرين على بركة الله وتوفيق. اذا اعلنت انطلاقة الشوط الثامن للقعدان الثنايا المهجنات لفئة الانتاج، الرمز في الانتظار، الشداد في الانتظار، بالإضافة إلى 800,000 درهم تنتظر الفائز الأول. وننوه بأن التتويج بعد نهاية هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول، ليتابع أثمد محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي مقدما أثمد مع الصدارة، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات المنطلق تابع الانطلاق والحضور من غطرس قادم بكل قوة، سعيد بن حمد بن سعيد الظاهري هو الحاضر، بينما المركز الثالث القادم معاند محمد بن مسلم بن قنزول العامري هو القادم مع معاند في هذه اللحظات. المركز الرابع القادم والمنطلق أتابع الحضور والوصول، القادم هجام عبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد الاكتبي هو القادم مع هجام. المركز الخامس أتابع نسناس خلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي مقدما لشعاره. المركز السادس الحضور من شاهين مطر بن حمد راعي الشيجة العامري مقدما لشعاره. المركز السابع القادم ممدوح مبارك بن حمد بن عمير الشامسي مقدما لشعاره. المركز الثامن مدلل هو القادم سعيد بن سالم المتفيج الاكتبي قادم بكل قوة، بينما المركز الثامن الحضور أتابع الاسم القادم الحاضر وحيشان حمد بن محمد بن فهد العجمي مقدما لشعاره. والمركز العاشر الاسماء القادمة الاسماء الحاضرة، القادم مبلش محمد بن خلفان بن محمد المنصوري. هكذا هي النتيجة للعشرة النجوم، العودة الى الصدارة، العودة الى مقدمة الشوط. يا من تتابع يا من تراقب، أثمد مع الصدارة، محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي الله على السبوسي وشعاره يحتل المركز الأول. المركز الثاني القادم الحاضر معاند أحد الأسماء المرشحة، أحد الأسماء الخطيرة، معاند قادم، محمد بن مسلم بن قنزول العامري قادم بكل قوة. المركز الثالث أتابع نسناس خلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي مقدما لشعاره. المركز الرابع القادم والمنطلق غطرس سعيد بن حمد بن سعيد الظاهري. بدأت المعركة، معركة الشداد، معركة الشداد، ولكن الفوز لمن؟ يا من تتابع لمن؟ يا من تراقب. المركز الخامس القادم والمنطلق هجام عبد الله بن ناصر بن سعيد الاكتبي. ياهي معركة، ياهي معركة، ولكن العودة إلى أثمد وإنجازاته، إلى أثمد وبطولاته، يتقدم محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي مقدما أثمد مع المركز الأول. بدأ بالانطلاق إلى الشداد، إلى الشداد، ياهو شداد، يا السبوسي، يا المشاركين اللي ينتظرون الشداد، اللي ينتظرون الشداد. القادم في هذه اللحظات معاند محمد بن مسلم بن قنزول، وترشيحك يا الحبسي، ترشيحك يا الحبسي، يا
يا سالم من رشح معاند لاختطاف الشداد المركز الثالث القادم في هذه اللحظات. وتابع الاسماء اللي حضرت حضره الجام، عبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد الاكتبي قادم بكل قوة، وايضا الحضور والوصول. وتابع غطرس سعيد بن حمد بن سعيد الظاهري، يا هي معركة، ولكن وين السبوسي، وين اثمد، وين الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، الى اثمد محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي. 1200 يا اهل الثنايا، يا اهل الثنايا، يا له من تحدي معاند واثمد، ولكن اثمد حتى هذه اللحظة هو الاقرب للشداد، هو الاقرب للرمز، الرمز الغالي اثمد ومعاند، ولكن معاند بن قنزول قادم بكل قوة. معركة طاحنة ما بين الكبار، ما بين العمالقة، ولكن أثمد وإنجازاته، أثمد ورموزه، أثمد وبطولاته، ولكن معاند مع الصدارة، معاند يا بن قنزول، معاند يا بن قنزول، بن قنزول وشعاره، بن قنزول وإنجازاته، بن قنزول ورموزه، بن قنزول الذهب، بن قنزول الذهب، معاند والعصاف الابطال، العصاف اشتاده، ما حركه وخطف الشداد، بن قنزول حبولي خشمك يا بن قنزول، الله يا بن قنزول على هذا الاداء الكبير. محمد بن مسلم بن قنزول العامري على هذا الفوز والانتصار. العصاف الابطال ما حركوا الرمز مع معاند، الشداد مع معاند. سلام يا بن قنزول، سلام يا بن قنزول على هذا الفوز. محمد بن مسلم بن قنزول العامري تهانينا، والناموس المركز الثاني اثمد محمد بن عبيد السبوسي، والمركز الثالث كان مع المركز الثالث هجام عبد الله بن ناصر بن سعيد الاكتبي، والمركز الرابع غطرس سعيد بن حمد بن سعيد الظاهري، والمركز الخامس كان مذهل حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. اذا تهانينا والناموس لمالك معاند هذا الفوز والانتصار. مشكور يا الحبسي، يا من رشح معاند قبل انطلاقة هذا الشوط، شكرا يا الحبسي، وشكرا يا بن قنزول على هذا الاداء. العصاف الابطان بدون اي اوامر، التوقيت الزمني 9 دقائق ثانيتين وجزئين من الثانية. سلام يا بن قنزول. بينما المركز الثاني كان اثمد محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي، وتوقيته الزمني 9 دقائق 3 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك اثمد محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي. والمركز الثالث كان هجام عبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد الاكتبي، وتوقيته الزمني 9 دقائق